أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. بعد أن يعني أوعز مقتدى الصدر إلى أتباعه، خاصة من كانوا نوابا في مجلس النواب الذين استقالوا 73 نائب في البرلمان، أوعز لهم بتقديم طلبات إلى مجلس القضاء الأعلى لكي يعني يتولى القضاء مسؤولياته في حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد وبالتالي رئيس وزراء ورئيس مجلس نواب ورئيس وزراء ورئيس جمهورية قبل رئيس الوزراء. بعد أيام من هذا الحدث خرج مجلس القضاء الأعلى اللي يرأس القاضي فاق زيدان وقال إنه يعني تحدث بنقطتين. بالنقطة الأولى قال إحنا نتفق مع السيد الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده العراق والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية، لأنه مقتدى الصدر وجماعته قالوا أنه هناك مخالفات دستورية كان المفروض يعني هذا الدستور الكسيح اللي يعملون به يحدد مدة معينة انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة من الانتخابات، يعني حددها المدة فترة محددة وبعدها يجري انتخاب تحديد رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء. هذا كله ما جرى، لأن الانتخابات جرت في شهر العاشر تشرين أول الماضي، والآن احنا يعني في شهر آب 2022، يعني مرت حوالي يعني 10 أشهر، أكثر من 10 أشهر، 8 أشهر من هذه السنة ومن تلك من السنة الماضية بشهر العاشر، إحنا يوم 10/10/10/11 و10/12، فحوالي 10 أشهر وأكثر من 10 أشهر، حوالي 11 شهر مرت ولم يتم انتخاب هذا. وقال في النقطة الثانية قال إن مجلس القضاء الأعلى، وهي ما يعني التي سنتحدث عنها، قال مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب ويدعو كافة الجهات إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ويقترح تعديل بعض مواد الدستور العراقية. يتركنا منها تعديل، الكل يتحدثون به، تعديل بعض مواد الدستور من 2005 من صدره لحد الآن، وفقرة بيقول نعدل الدستور ولا أحد يعدله ولن يعدلوه، هذا الدستور إلا يمزق ويرمى فيه سلات المهملات، هو هذا الحل الوحيد لكي يصحى العراق، يعود العراق إلى يعني يعود النفس إلى العراق ويعود يستطيع أن يرى بشكل جيد. عموما إحنا في قضية أنه مجلس القضاء الأعلى لا يمتلك صلاحية حل مجلس النواب ويدعو كافة الجهات إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية. من متى كان مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بعيدة عن كل هذه؟ إذا كانت بعيدة عن كل هذه كيف يتسنى للقضاء أن يتدخل في قضية الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر؟ هذه اللعبة اللي فعلوها بعد انتخابات عام 2010، فوز قائمة إياد علاوي وخسارة المالكي، وهذه اللعبة التي جرت من هي الكتلة الأكبر، هي التي تشكل قبل الانتخابات خلال الانتخابات أو بعد تشكيل مجلس النواب وداخل مجلس النواب، لعبة كبيرة واضحة ومعيبة ومضحكة في نفس الوقت مرروها لكي يمضي المالكي في يعني فترة الحكم ثانية، والكل شارك فيها، والكل بكل القوى التي في العملية السياسية شاركت في هذه اللعبة من ضمنهم التيار الصدري، لعبة قمية وياما كثيرا
من الأحداث اللي يتدخل بها القضاء، والقضاء هو الذي يسيرها. ومتى كان القضاء غير مسيس؟ الكل، كل الجهات السياسية التي في الحكومة السياسية عندما أي قرار في القضاء لا يعجبها تقول إن القضاء مسيس، وتحدثوا في ذلك، حتى الذين الآن يدعون إلى استقلال القضاء الإطار التنسيقي. عندما انتهت الانتخابات وفاز بها التيار الصدري قالوا إن القضاء مسيس والقضاء ضدنا والقضاء يعني يجور علينا ويتصرف تصرفات غير صحيحة، وعلى القضاء أن يتدخل وتزوير من هذا الكلام. الآن انتهى، والقضاء عادل والقضاء غير مسيس. هذه القضية مرة أخرى تعيدنا إلى أنه هل القضاء بعيد عن كل هذا؟ ومن هم القضاة هؤلاء؟ كيف تم انتخابهم؟ يعني الكل يتحدث عن فائق زيدان، فائق زيدان الكل يقول أنه قريب من المالكي، قريب من حزب الدعوة، قريب من هذه الأوساط، فهو هواه وتوجهاته لهذا الحزب أو ذاك الحزب شئنا أم أبينا. وبالتالي هو في بيئة وفي مناخ طائفي، فيه توزيعات، فيه تقسيمات، فيه أحزاب، فيه قوى تتحكم، وكل قوة تدفع أعضائها وتدفع من يساندها هنا وهناك في أي قضية. يعني كل هذه الأحزاب تدفع في المؤسسة الأمنية، تدفع رجالاتها وتدفعها في المؤسسة العسكرية، وتدفعها في مؤسسة القضاء ومؤسسة الخدمة وبالدوائر وبالمؤسسات وبالمؤسسة المالية والمؤسسة الخدمية، كل هذه تدفع برجالاتها، وهي تقسيماتهم الطائفية. لماذا القضاء بعيدا عن هذا؟ البيئة، هذا ليس اتهاما للقضاء، ليس اتهاما لأي شخص في القضاء حتى لا يقال بهذا الموضوع، البيئة اللي موجودة في العراق تشجع على ذلك، هي البيئة تعطي هذه. لا يمكن في العراق أن تتحدث عن مؤسسة كبيرة ومتحكمة ولها يعني سلطة كبيرة، فالسلطة القضائية بعيدة عن هذا الخراب. العراق كله في حالة خراب ودمار، تحكمه محاصصات طائفية وعرقية وفساد وخراب، والكل يتحدث عن هذا، فكيف يمكن للقضاء أن يكون بعيدا عن هذا؟ ما القضاء، هناك اتهامات كثيرة للقضاء بأنه مسؤول عن أرواح ناس كثيرين لحد الآن لم يتخذ بها شيئا. ساحة القضاء لم تعد خالصة للناس، لم تعد خالصة لقوى مستقلة، مثل ما يقال في يعني الكلام الشعبي، قاعدين على التل ما لهم علاقة. لا أبدا، هؤلاء من هذه البيئة متأثرين بها، منتفعين منها ونافعين لها، بالتالي هؤلاء من هذه البيئة لا يمكن أن يكونوا خارجا عنها. لا يمكن لأي سلطة، من السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، إلى السلطة القضائية، أن تكون بعيدة عن هذه البيئة. كلهم، كل هذه السلطات مسؤولة عن هذا الخراب الذي حل بالعراق. فبالتالي أن يقول لنا من تلك صلاحية، أي صلاحية؟ ليش هو الدستور هذا يستحق واحد يعني يقف عنده؟ ما هذا الدستور مطاط، وصلاحيتكم في مجلس القضاء الأعلى في القضاء تستطيعون تطويعها بأي شكل من الأشكال، والناس الذين أحالوا لكم الأوراق يعرفون هذا الموضوع. عندما طلبوا منكم أن تحلوا مجلس النواب لكي تجري انتخابات مبكرة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية، لكي يتم انتخاب رئيس وزراء جديد، ها هم يعرفون أن القضاء قادر على هذا. أما القضاء يجاوبهم الآن يقول لهم إحنا ما لنا علاقة وما عندنا صلاحيات، ولا تزجونا بالخصومات والمنافسات السياسية، هذه كذبة كبيرة ومضحكة، لأنه سبق للقضاء أن دخل في المنافسات وزج نفسه في خصومات كبيرة ووضع حلولا ما زالت لحد الآن فيها جدل كبير، وتتحمل السلطة القضائية في قرارات كثيرة مسؤولية كبيرة عن ما حصل في العراق. هذا واقع الحال، وبالتالي نحن أمام سلطات كلها متهمة فيما حل بالعراق، مثلما نحن أمام أحزاب وقوى في العملية السياسية، وعملية سياسية كلها مسؤولة، مدخلاتها ومخرجاتها مسؤولة عن الخراب الذي حل بالعراق منذ عام 2003 لحد الآن، منذ عام احتلال العراق لحد الآن، يعني منذ دخول القوات الأمريكية للعراق لحد الآن. هذه القوات التي يعني هذه القوى التي تعاونت مع الاحتلال وسكتت عن الاحتلال، هذه كلها مسؤولة عن هذا الخراب. واليوم الذي ما يحصل اليوم
هو نتاج لتلك الأيام، نتاج لهذا الزرع في عام 2003 وليس نتاجا وقتيا. يعني هذه مو أزمة جديدة خرجت الآن، هذه أزمة ولدت مع الاحتلال وظلت تكبر إلى أن وصلنا إلى هذا المستوى، واليوم العراق على مفترق طرق. يعني أشكركم أعزائي المشاهدين، وقد هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.